مالكم خوت بخير وعلى خير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي كاين في خبارو، كاين الناس اللي خبارو ولكن ما رادينش البال، ما متابعينش وما عارفينها ولكن ما متابعينش. فخليكم معايا كما كتشوفوا، الموضوع هو هاد الكيت بلوتوث. الكيت بلوتوث اخطر ما كاين، راه يقدر هاد الكيت بلوتوث يدمر عائله، يدمر اصدقاء، يشتت الشمل ويخرج على البوم. هاد الكيت بلوتوث ها هو اللي كتشوفو دابا، الاغلبيه كيستعملو هداك الكيت اللي بالشريط بطلها ولا كيستعمل هاد الكيس بلوتوث. فالمعلومة الخطيرة اللي غادي نشارك معكم اليوم وهي ردوا البال فاش تمشي عند شي حد، ضياف او عند شي صديق او في العمل، وتلقاو هاد الكيس بلوتوث بحال هكذا محطوط هكذايا. ما تظنوش انه داك الصديق او داك السيد من العائلة راه نساه. فاول حاجة غادي خصكم تبادر في الدين ديالكم هو ان هذا الكيس